انا طلعت من عند الغنم بدر سطب، ولحد الان بنحلب الحلال وبنعلفه، يعني هاي مهنتنا واحنا بنفتخر فيها. كنا نصحى من الصبح تقريبا مع الفجر، نحلب الحلال ونعلفه، بعدين بنجهز حالنا، نلبس الزي المدرسي، بنروح على المدرسة. طبعا يعني الاهتمام وتربية المواشي بتاخذ وقت وجهد كبير منا، فعلى مدار 24 ساعة بيضل في يعني متطلبات إلها. بأيام الصيف كنت أدرس تحت الشجر، بأيام اللي بتكون فيها برد كنت أدرس بالخيمة جوا، كان لي مكان مخصص طاولة وكتبي، كل إشي كان في مكان مخصص لي. احنا بصراحة بفصل شتاء اكثر اشي في منطقة عجلون الجو بيكون بارد كثير، وفي ثلوج يعني بتتراكم كثير هنا بهالمنطقة، وعشان لانه احنا ساكنين بخيمة فبنتضرر اكثر اشي، كنا نتغلب كثير خصوصا ب يعني المسافة اللي بتبعد عن منطقة سكننا الى المدرسة كانت طويلة المسافة، فكنا نتغلب كثير عشان نوصل لها. تواصل معنا وزير التربية والتعليم وبلغنا انه طلعت لي منحة وراح ادرس طب بشري بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وهذا كان حلمي من لما كنت صغيرة، والحمد لله تحقق هالشيء، وان شاء الله راح اكون طبيبة ناجحة في المستقبل. طموحي أدرس طب بشري عشان أساعد الناس وأعالجهم، أنا ما بشوف نفسي إلا بهذا المجال عشان أساعد الناس وأحسن من أوضاع أهلي.